أعطونا إطار فعاليات الدورة 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، قمة البحرين. من المقرر أن يجتمع القادة العرب في العاصمة البحرينية المنامة لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالعمل العربي المشترك. بوصفكم عضو المجلس التنفيذي لمجموعة السلام العربية، ما هو المأمول برأيك من هذه القمة عربيا، وهل هي لصالح فلسطين اليوم؟ يا ستي، لا شك انه يعني هذه القمه تنعقد بجدول اعمال مزدحم بالقضايا والازمات والانقسامات العربيه من جهه، والتظلم والتسري في جسم الامه، والتناحر في داخل كثير من اقطار هذه الامه. ليس الامر مقتصرا على ما يدور في داخل اقطار هذه الامه، وانما يتعدى الامر الى اطماع الامم الاخرى الاقليميه والدوليه في جسم هذه الامه وامنها القومي واستغلال ثرواتها واراضيها وبيئها. أبلغ التحديات القائمة وأخطرها لهذه القمة ما يدور على أرض غزة والضفة الغربية والقدس، وبالتالي الآلام التي يعيشها الشعب الفلسطيني والتضحيات التي قدمها ويقدمها أبناء غزة أذهبت مشاعر شعوب العالم عداك عن الشعوب العربية التي تلتهب مشاعرها على المشاهد اليومية لما يدور في فلسطين. وكل ذلك يجعل هذه القمة مسؤولية يعني عميق للغاية أمام شعوب الأمة العربية لإنقاذ أطفال غزة ونسائها وشيوخها. طيب معالي الوزير، ماذا عن مبادرة السلام العربية التي طرحت من قبل المملكة العربية السعودية في قمة بيروت قبل سنوات، وهل ما زال العرب يتمسكون بها؟ يا سيدتي، عمليا يعني هذه تضحيات المقاومة في غزة استرجعت القضية الفلسطينية وتضعها على الطاولة أمام كل المؤسسات الدولية والإقليمية والعربية، وهذه فرصة عمليا كأنما موضوع على جدول أعمال القمة العربية إعادة يعني طرح قضية المبادرة العربية مرة أخرى على أساس أنها المشروع العربي لحل القضية الفلسطينية وإحلال السلام في المنطقة ككل، وأظن أنها موجودة على يعني جدول أعمال القمة العربية الحالية في البحرين. آملا على الأقل في مثل هذه الأسواس وأن توحد القمة كلمتها وأن تخاطب العالم وخاصة الولايات المتحدة بصوت واحد وبصلابة واضحة تعبر عن آمال وآمال الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وآمال الشعوب العربية وأشواقها في إقامة دولة فلسطينية على أرض فلسطين وعاصمة القدس. طيب معالي الوزير، تستضيفون على أرض الأردن نازحين سوريين، وقد حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من الترحيل وقالت أنه ينبغي للسلطات الأردنية وقف قرار الإبعاد بحق طالب إعلام سوري في جامعة اليرموك الأردنية، حيث يعني قد يواجه خطر الاضطهاد إذا أعيد قسرا إلى سوريا. هل تؤيدون العودة الطوعية للنازحين أم أنكم يعني تعتقدون أن هناك خطرا على العائدين من النظام السوري؟ سيتم منذ مدة طويلة يعني، والأردن فتح أبوابه وتحدث مع الجانب السوري مرارا وتكرارا على أساس أنه من المناسب جدا أن يعود اللاجئون السوريون إلى أرضهم وديارهم، وعمليا منذ مدة طويلة وما يسمى بالعودة الطوعية مفتوحة أمام الإخوان السوريين، وقد عاد جزء منهم ليس بالقليل، خاصة أولئك الذين لم يكن بينهم وبين النظام يعني أي مشكلة، وأظن أنهم بعشرات الآلاف قد عادوا إلى سوريا، لكن لا زال أمامنا نتحدث عن أكثر من مليون سوري موجودين في داخل الأردن. الأردن لم يمارس أي ضغط من الضغوط على الإخوان اللاجئين السوريين، لكنه يعني يتطلع يعني إلى النظام السوري أن يقدم يعني مبادرات في هذا الخصوص في سبيل عودة اللاجئين السوريين، وقد سمعنا أحيانا بأن كل من لم يعني تتلوث يده بالدم السوري على سبيل المثال يمكن أن يعود، هذا يعني وجهة نظر النظام السوري. وإلى الآن يبدو أنه مجموعة كبيرة حذرة من العودة لأنهم إلى الآن يريدون ضمانات في سبيل العودة، أن لا يعني لا يسجنوا لا يحاكموا يعني في داخل سوريا. لكن عمليا الأردن فتح ما يسمى بالهجرة الطوعية ومفتوح حتى هذه اللحظة بأنه من أراد أن يعود يعني فالأردن يبارك ذلك. وبطبيعة الحال لا زال الحديث باستمرار مع النظام السوري حول كيفية العودة،
تعرفين بأن هذه القضية أصبحت قضية دولية وليست قضية فقط أردنية سورية، لأن اللاجئين السوريين موجودون في يعني في لبنان وفي أكثر من بلد عربي، يعني في العراق موجود وفي أكثر من بلد عربي، وبالتالي أصبح هؤلاء وفي تركيا كما تعلمين، يعني عمليا كأنما القضية صارت متشعبة إلى الدرجة أنه يعني بحاجة إلى أولا يعني النظام السوري الآن يعني بحاجة إلى أن يصطلح مع شعبه، وثانيا أن يصطلح مع جواره، وثالثا يعني أن يعني يشكل ما يسمى بالميثاق الوطني السوري لكافة الأطراف مرة ثانية، ثم يعني يرفع الحجر والمقاطعة للنظام السوري، لأن النظام السوري أيضا يعاني من أنواع من المقاطعة الموجودة من خلال الأمم المتحدة ومن خلال النظام الأمريكي يعني وبعض الأنظمة الأخرى. لكن عودة يعني على الأقل الترحيب بالنظام العربي بسوريا يعني هذا قد يكون فاتحة يعني باب لكل الحلول العربية البينية أولا، ثم العربية العربية، ثم العربية الإقليمية. معالي الوزير عبد الله عبيدات، شكرا لك.